معايا شوية صور كده، تقول لهم يا كابتن رسالة سريعة جدا جدا. نبدأ بالصورة الأولى، الغزال، كابتن إبراهيم يوسف كابتن خواجة، لو تحب تقول رسالة ليه. أقول الله يرحمه سريعا طبعا. جدا. الله يرحمك يا إبراهيم، يعني حقيقي من الناس اللي كانوا عزاز قوي علينا، وكان لعيب جامد جدا في جدا مكانه، والله يرحمه ما اقدرش اقول كده. انا بحبه جدا والله يرحمه، وفلته من فلتات الكوره، ولعيب عظيم واخ عزيز جدا جدا جدا. طب ربنا يرحمه رب. الصوره الثانيه، المعلم كابتن حسن شحاته. لا ده حسن الواحد لسانه يعجز يديله حقه. هاي انا حسن شحاته اسطوره، اسطوره من اسطوره الكوره في مصر يعني. كابتن ممس. كابتن ده بقى ابويا وحبيبي واسطوره، اسطوره بجد. كابتن ده حسن شحاته ده يعني لعيب كل العصور، يعني لو الزمن يديله حقه يلعب في اي حته في العالم. دي حقيقه والله. يعني مستوى الانساني كمان حاجه، لا حاجه حبيبي يعني، حبيبي ربنا يديله الصحه يا رب. الصوره اللي بعديها كابتن طه بصر طبعا. الاخلاق بقى الله يرحمه، الله يرحمه كابتن، يعني كان كابتن فرقه، كان كابتن فعلا، كان فرقه يعني ما شاء الله، كان لممنا كده، وكان شخصيه جميله بقى يعني، اخ يعني، ودي كان سمات الجيل ده كلنا كنا كده ايد واحده يعني. ما انا فاكر ان هو كسبنا مره كاس مصر من غير جهاز فني ولا حاجه، كان هو يجمعنا ولازم نكسب في الاوضه كده لوحدينا، فكان شخصيه محترمه الله يرحمه. كابتن طه طبعا حاجه محترمه، الاخلاق، الكوره، الحرفنه، الاحترام، حاجه انا اتعاملت معاه كنت صغير بحاجه محترمه فوق الخيال. ادب واحترام، وكان لعيب كبير جدا 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 يعني، ربنا يرحمه ويغفر له. معايا اخر صوره كمان، مدرب كويس. طبعا طبعا. كابتن علي خليل. علي خليل ده بقى عم الشيخ بتاعنا حبيبنا. علي من الشخصيات المحترمه جدا. انا عارف انكم دويتوا شويه مع بعض يا كابتن، صح؟ كان قريب مني قوي يعني. علي خليل شخصيه محترمه، انسان جميل جدا طبعا بقى، كوره بقى تحدث ولا حرج يعني. من المهاجمين اللي يعني اقول المهاجمين اللي يعني في بيوصل للجول في جزء بسيط من الثانية ويجيب لك جول، وكان يضيع جوال ما تضيعش، ومع ذلك لا لعيب قوي. كان بتاع الصعب يا طبعا انا ما عشرتوش كتير قوي زي الكباتن التانية، لكن اسمع ان هو انسان طيب جدا ولعيب كبير جدا، وربنا يكرمه ويوفقه. ومتخصص على فكره في شغل مشهور جدا، متخصص في شغل مدرسه الكوره الاعمار السنيه في قطر، في دول عربيه اشتغل في الامارات.